أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. سوف نكمل سلسلة تعلم الكلمات الألمانية للمستوى الأول A1، فلنبدأ. Kaufen. Kaufen, يشتري. Tim kauft sich ein neues Auto. Tim kauft sich ein neues Auto. فتيم يشتري لنفسه سيارة جديدة. هنا kauft sich ضمير انعكاسي رفلكسيف برونومن، يعني يشتري لنفسه. كاين، كاين وهي أداة نفي. Es gibt keine Eintrittskarten mehr. Es gibt keine Eintrittskarten mehr. لا توجد بطاقات للدخول. Eintrittskarten وهي بطاقات الدخول أو تذاكر. Kennen يعني يعرف. Kennen Sie diese Frau؟ هل تعرف هذه المرأة؟ Nein, leider nicht. للأسف لا. Kennenlernen يتعرف. Wir sind neu hier. نحن جدد هنا. Wir möchten Sie kennenlernen. يعني نريد أن نتعرف بحضراتكم أو بحضرتك. Das Kind يعني الطفل، والجمع die Kinder. Wie viele Kinder haben Sie يعني كم لديك من الأطفال. Der Kindergarten يعني الروضة. Die kleine Laura geht schon in den Kindergarten. فلورا الصغيرة تذهب إلى الروضة. Das Kino السينما، دار العرض السينما، والجمع دي كينوس. Wir sehen heute Abend im Kino einen schönen Film. يعني نرى اليوم في السينما، اليوم مساء، فيلما جميلا. Der Kiosk يعني الكشك. Am Kiosk bekommen Sie Getränke, Zigaretten und Zeitungen. Am Kiosk bekommen Sie Getränke, Zigaretten und Zeitungen. يعني في الكشك تحصلون على المشروبات وعلى السجائر وعلى الصحف. Klar يعني واضح أو نقي أو طبعا يأتي معناها. Kommst du mit هل تأتي مع أو معنا معي. Klar طبعا. Die Klasse هنا معنى الغرفة الصف الفصل في المدرسة. In unserer Klasse sind 25 Schüler. In unserer Klasse sind 25 Schüler. يعني في فصلنا يوجد 25 طالب. Schüler. Im Zug fahre ich immer zweite Klasse. وهنا المقصود بكلاسة مثل درجة، يعني في القطار أذهب دائما في الدرجة الثانية. Zweite Klasse. توجد erste Klasse, zweite Klasse. وطبعا هذه الكلمات موجودة في القاموس على الموقع www.germanhof.com. نراكم إن شاء الله في دروس قريبة، والسلام عليكم ورحمة الله.